2017 كانت سنة مثمرة في مسيرة خطوة، أنجزنا فيها كتير وحققنا إنجازات جديدة في شغلنا. اشتغلنا مع حوالي 64 جهة حكومية وخاصة في إمارات مختلفة، غطينا خلالها حوالي 285 فعالية متنوعة، أنتجنا حوالي 166 فيلم قصير وإعلان، بالإضافة إلى أفلام خطوة الخاصة منها مبادرة في بلاد السعادة. أبدعنا في تصاميم الجرافيكس، قدمنا إعلانات إذاعية، نظمنا دورات تدريبية، وكمان وقعنا اتفاقية تعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وبعد ختام 2017 شكرا لثقتكم، وبنوعدكم بالأفضل إن شاء الله.